في إطار دورها الفاعل وجهودها المستمرة ومساعيها المتواصلة لإحلال السلام والأمن الإقليمي والدولي، تشهد المملكة العربية السعودية على كتابة فصل جديد من تاريخ المصالحات وإقرار السلام بين الدول، فصل تستضيف من خلاله مدينة جدة قمة تجمع زعيمي إثيوبيا وإرتيريا بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لتوقيع اتفاق سلام يعزز العلاقات بين الجارتين، وذلك بعد انتهاء بعد أن انتهي في يوليو الماضي بل بعد أن أنهي في يوليو الماضي عقدين من العداء. للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية المستشار سالم اليابي. مرحبا بك سيد سالم. أولا يعني في الحديث لإطار عام حول هذا الموضوع، السياسة السعودية منذ القدم عرفت بهذا العمل المنوط، هذا العمل الإصلاحي بين في مختلف المجالات، حينما تسعى للإصلاح بين دولتين أو حينما يعني تستلم ملف من الملفات وتأثيرها القوي على الإقليم والمنطقة وأيضا على المستوى العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ حماد وحيي السيدات والسادة المشاهدين. أنا سعيد بانضمامي إليكم من هذا المساء في الحقيقة وإلى سكاي نيوز، وسعيد بهذه المناسبة، هي مناسبة تاريخية في الحقيقة، وهي تعيد إلى أذهاننا جميعا جزء من عمل السياسة الخارجية السعودية الذي حقيقة ارتبط على مدى العقود الماضية بكثير من المصالحات التاريخية، يعني بين كثير من الجهات التي يعني كان هناك بينها صراع ثم حروب، ولعلنا نتذكر اتفاق الطائف الشهير بين الأشقاء اللبنانيين، وهناك مجموعة اتفاقات بين الأشقاء في أفغانستان ثم في الباكستان وكثير في الحقيقة من الدول، هذا غير المصالحات حقيقة الثنائية والتي كانت تتم بعيدا عن الإعلام في كثير من الملفات، وكان هناك مراوحات بين يعني دور فاعل للسياسة السعودية في صناعتها. أنا في تقديري حقيقة يعني نحن أرى أنه يعني جزء من دخولنا إلى هذا الموضوع هو تعريف السياسة الخارجية. السياسة الخارجية يعني التعريف البسيط الذي نقدمه للسادة المشاهدين هو أطر معينة تتم فيها سياسات الدول فيما يعني تنظم علاقاتها فيما بينها، وتنظم يعني شيئين آخرين هو المصالح المشتركة بين هذه الدول والآليات التي تحققها. هذا باختصار يمكن أن نفهمه في لكن ماذا يعني سيد سالم عن الجانب السعودي، يعني السياسة السعودية الخارجية إن كنا يعني نريد معرفة هذه المحاور، هذه المرتكزات للسياسة السعودية الخارجية منذ عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وحتى الآن يعني الوقت الحالي عهد الملك سلمان. يعني بشكل عام كل الدول يعني لديها، كل دولة من دول العالم لديها محددات لسياستها الخارجية، يعني وهي أهداف معينة صانع السياسة في هذا البلد أو ذاك يسعى إلى تحقيقها عبر مجموعة من الآليات. في الحقيقة الأشياء التي تصنع مثل هذه الأشياء الآليات هي يعني نقاط معينة معروفة يعني أكاديميا في السياسات الخارجية، وهي يعني تاريخ البلد، قدرتها الطبيعية، موقعها الجغرافي، الموقع الجغرافي مهم، قدرتها البشرية والسكانية، توفر الموارد الاقتصادية، القوة البشرية فيها، تطورها التكنولوجي، الجانب الإعلامي فيها، هذه العناصر في تقديري كلها متوفرة في المملكة العربية السعودية في هذه اللحظة بالذات. الشيء الآخر يعني هناك ما يسمى بالمحددات التي تتمحور حولها سياسة أي بلد، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية هناك 5 نقاط رئيسة، يعني من يتتبع السياسة الخارجية السعودية يجد أن هناك المحور الأول هو المحور الوطني، ويعني المملكة تقدم نفسها وتفخر دائما بأنها جزء من الأمتين العربية والإسلامية. المحور الثاني هو الجزء الدائرة الخليجية، هذه مهمة لصانع السياسة في المملكة العربية السعودية، ويعني نحن نعرف أن يعني الجهود التي بذلتها المملكة في صناعة مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية دولية. المحور الأول والبعد الثالث تتمحور حوله السياسة الخارجية السعودية هو البعد الإسلامي، وكثير من المواقف الحقيقة، كثير من القضايا التي دعمتها السياسة الخارجية السعودية تقليديا وأصبح معروف منها القضية الفلسطينية في مقدمتها، قضية المسلمين في كشمير، وقضايا المسلمين في كثير من أنحاء البوسنة أيضا في أفغانستان. نعم، هذه قضية واحدة منها. الشيء الآخر هناك البعد الدولي، المملكة في الحقيقة منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة المنظمة الدولية يعني هي دولة محبة للسلام، ودولة يعني تحفل بسلوك نظيف حقيقة في المنظومة الدولية، فيعني هذه المبادرة في الحقيقة لا نستغربها في الحقيقة إذا ما تفحصنا جميع هذه الأدوات التي تمثل وتشكل
أسس صناعة السياسة الخارجية السعودية. ولكن ربما يعني من هي ربما تكون أحد أشكال الدبلوماسية السياسية، إذا ما علمنا بأن هناك تقريبا قرابة 13 شكل من أشكال الدبلوماسية أو السياسة. أحسن. وهذه أو ما تقوم به المملكة العربية السعودية يعني سواء عبر الوساطة أو المساعي الحميدة. أحسن. يعني في الحقيقة يعني من أشكال التأثير التي تستخدمها الدول، يعني هناك التأثير الاقتصادي، هناك التأثير المادي وهو الاقتصادي، هناك التأثير الإعلامي، هناك التأثير آخر يمكن يعني ببعض الإجراءات التي منها تسمى العقوبات. هناك أيضا الدبلوماسية. الدبلوماسية اكتشف العالم في الحقيقة جميعا يعني أنها هي الوسيلة الأنجع لحل كل المشاكل وحل كل الخلافات. الدبلوماسية لها أنواع كما نعرف في الحقيقة، لعل من أبرزها يعني إذا خاصة في هذا المجال اللي تحدثت عنه. نعم. وأنا أحييك على هذا الفهم لهذا الموضوع. يعني هناك دبلوماسية المفاوضات، وأنا أعتقد أن الأطراف التي تتقدم اليوم المملكة برعايتهم تجاوزوا هذه العملية، لأن المفاوضات دائما تكون أو كما يقال عادة في السياسة الخارجية المفاوضات تكون بين الخصوم، أما من أصبحوا أو هم في طريقهم لكي يصبحوا أكثر قربا من بعضهم فهم يصبحون يصبح بينهم محادثات، يصبح بينهم مشاورات. يعني هذا حتى في يعني ألفاظ الدبلوماسية وألفاظ العلاقات الدولية. إنما يعني نحن أمام شكلين من أشكال الدبلوماسية، نعتقد أن المملكة تمزجها حقيقة، ورب المملكة هو بعض الدول الخليجية، لدينا السعودية والإمارات خاصة في هذا الملف تحديدا هناك مزج في الحقيقة بين عنصرين أو شكلين من أشكال الدبلوماسية، هما شكل المصالحة، وهذين البلدين حقيقة هما حظيا في الحقيقة بثقة هذين الطرفين المتحاربين. الحروب بينهم في الحقيقة بلغت أكثر من 3 عقود، ويعني هما بلدين فقيرين كما نعرف، ويعني مشاكل يعني إذا تفحصناها وعدنا إليها من منطلقها في الستينيات كانت حول قضية استقلال بلد عن آخر. القضية الأخرى هو قضية حدودية يعني، ولمكان صغير حلته المتحدة في أقل من عامين. على كل الجزء الشكل الثاني هو المساعي الحميدة، وأنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية ويعني دولة الإمارات العربية المتحدة يعني بذلت مساعي حميدة يعني خلال المراوحات في الفترة الأخيرة، حتى أن رأينا الصور في الحقيقة في قبل أقل من شهرين بين قيادة البلدين إرتريا وإثيوبيا كانت يعني مبشرة وتنم حقيقة عن خطوة جديدة إلى يعني شكل من أشكال العلاقات بين هذين البلدين. لكن التتويج في تقديري سيكون غدا في المملكة العربية السعودية، وسيكون برعاية يعني كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وفي تقديري سيضاف إلى هذا السجل المتنامي حقيقة في يعني تأمين السلم والأمن الدوليين في منطقتنا. ولعله يا أخ حمد إذا كان في وقت، منطقة القرن الأفريقي هي منطقة حساسة، وهي حساسة في الحقيقة ليست لنا فقط يعني في منطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، إنما حساسة للعالم. يعني هي تربط الشمال بالجنوب، وهي تربط ممرات النفط وتربط ممرات الملاحة الدولية. الشيء الآخر يعني كان هناك في الحقيقة عبر التاريخ الطويل الصراع ثم الحرب التي استمرت لسنوات معينة بين هذين القطرين، كان هناك في الحقيقة يعني أبعاد مهمة. البعد الأول كان يتمحور حول تعقيدات الشكل الداخلي للعلاقة بين هذين البلدين، لأنه يدخل فيها نزعات الاستقلال ثم النزعات القومية ثم النزعات يعني الفئوية ما بين البلدين. ثم ظهرت عندما استقلت، خاصة استقلت إرتريا حقيقة في تسعينيات القرن الماضي، يعني ظهرت هناك ما يسمى بالنزعات إلى الاستقلال أو النزعة يعني الحساسية المفرطة في قضايا الحدود، ثم نشبت الحروب فيما بين البلدين. هناك أيضا نقطة مؤثرة في الحقيقة من يتفحص يعني سيرة أو تاريخ هذين البلدين حقيقة، وهذا الصراع الطويل في القرن الأفريقي، هو جعل القرن الأفريقي غير مستقر لفترة طويلة. والقرن الأفريقي في الحقيقة يعني واحد يعني أو نضيف سببا جوهريا فيه هو صراعات القوى الإقليمية والدولية، يعني القوى الإقليمية والدولية لها مصالح بكل تأكيد في هذه المنطقة، يعني التأثير على عدم وقوف الحرب كان واضح في الحقيقة. الشيء الآخر أن هذين القطرين، هذين البلدين الذين نتمنى لهم حقيقة أن ينهجوا إلى يعني السلم وإلى التنمية، يعني كانوا يعني يشكلون بتحالفات متضاربة، بمعنى أن كل منهم كان يلجأ في تحالفه الإقليمي والدولي إلى طرف مضاد للطرف الآخر. نعم. لذلك استعرت هذه الحرب للأسف، واستعر هذا الصراع الذي امتد لفترة، لكن هو الآن حقيقة في مرحلة ربما الترميم الجراح على مدى العقود الماضية. لكن يعني الآن مثل
هذه توقيع هذه الاتفاقية برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، هو أيضا يضفي للمنطقة وللعالم بشكل أجمع حينما يحل السلام لهذه الجزئية المهمة من القرن الأفريقي، وأيضا إطلالتها أو الجزئية المهمة أيضا للبحر الأحمر. صراع احتدم لأكثر من 20 عام، خسائر مالية، خسائر صحيح. بشرية، بالتالي تكون هذه نقطة انطلاق ونقطة تحول. يعني في الحقيقة يعني أهمية على هذين البلدين في الحقيقة وأهمية استقرارهما أولا تعود لداخل هذين البلدين، هذه البلدين من البلدان الفقيرة. الشيء الآخر يعني الحروب يعني التي نشأت في فترة الصراع الطويل الذي امتدت إلى 3 عقود تقريبا، يعني راح ضحيتها الآلاف. هذين البلدين الآن مدعوون للتنمية. شيء مهم يعني بلد مثل إثيوبيا يعني له سواحل طويلة وربما طويلة جدا وتواجهنا نحن في المنطقة العربية، واستغلت في فترات سابقة سمحت لي المقاطعة للإضرار بالملاحة الدولية عبر العصابات التي تدعم من أطراف خارجية. هذا صحيح، ويعني لعل يعني في التسميات الجيوسياسية في منطقة القرن الأفريقي هذين البلدين إثيوبيا وأرتيريا إضافة إلى جيبوتي والصومال هم يسمون دول القرن الأفريقي الرئيسة. طبعا هناك الدول ما خلفهما أو ما توحدهما تضاف أحيانا في بعض التسميات الجيوسياسية، ولكن في استقرار هذين البلدين شيء مهم. الشيء الآخر يعني المنطقة بشكلها العام هي مقبلة، يعني لو تفحصنا منطقتنا الخليجية والعربية كل دولنا في الحقيقة مقبلة، وخاصة الدولتين اللي ترعى هذه الاتفاقية المملكة العربية السعودية والإمارات لديهم خطط طموحة لازدهار، للتنمية، لتقدم، يعني رخاء في هذه المنطقة. في تقديري لن يكون هذا الرخاء شاملا لهذه المنطقة ما لم تطفأ كثير من المشاكل، منها هذه المشكلة. الشيء الآخر المشاكل الأخرى التي تسعى هذين البلدين لإطفائهما، نحن يعني نعرف أن هناك قوة الحزم في اليمن يعني مساعدة اليمنيين للخروج من هذه المحنة، نعرف الدور السعودي الواضح في الحقيقة لمساعدة الأشقاء في سوريا لإطفاء هذه المحنة، ولعل آخرها كان زيارة معالي وزير الخارجية إلى روسيا والتي كان فيها مراوحات كثيرة حول هذا الملف. يعني الرؤية الكاملة هي دفع المنطقة إلى مزيد من التقدم والرخاء والسلام. طيب نتساءل سيد سالم يعني عن هذا الدور الريادي للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في إحلال السلام الإقليمي والدولي في المنطقة، وهذه المساعي حينما تقوم السعودية والإمارات بمثل هذه المساعي هي تساعد المنظومة الدولية وليس فقط لمصالح في الإقليم أو في المنطقة. رأينا يعني هذه الجهود التي قامت بها السعودية أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة، كان هناك زيارة للشيخ محمد بن زايد في عيد الفطر المبارك. هذه الجهود الدبلوماسية التي يعني تعمل بشكل متسارع لإنهاء هذه الأزمة، يعني في أبسط تعريفات انضمام الدول إلى منظمة الأمم المتحدة هو أن يعلن البلد، أي بلد ينضم إلى عضوية الأمم المتحدة، وأعضاء الأمم المتحدة الآن يفوقون 200 عضو، أن يعلن نفسه أنه محب للأمن والسلم الدوليين. الأمن والسلم الدوليين اليوم في الحقيقة هو يهدد من كل الأطراف، وتعرف أخي حمد ويعرف السادة المشاهدون أن هناك قضايا مهمة وملحة، منها قضايا الإرهاب، قضايا المشاكل الدولية المستعرة هنا وهناك، وخاصة في هذه المنطقة منطقة القرن الأفريقي وفيما يقابلها من منطقتنا. المملكة والإمارات في الحقيقة بانضمامهم للأمم المتحدة وإعلانهم أنهما بلدين محبين للسلام أثبتوا في الحقيقة للمجتمع الدولي وكسبوا هذه المصداقية. وأنا أزعم في الحقيقة أن يعني هذين البلدين لو لم تتقدم لهم هذه القوى بما معروف عنها من مصداقية يعني تراكمت عبر السنوات وبما معروف عنها من خبرة في الحقيقة في مثل هذه المجالات مساعي الوساطة، بما هو معروف عنها من سخاء في المستقبل بمعنى أنه ربما تكون هناك يعني عملية مساعدات، وأهم من المساعدات ويعني أنا أعتقد دول الخليجية لم تعد تلك يعني الجهات نعم إنما دعم نعم المانحة إنما الداعمة للتنمية في تلك الأطراف، الاستثمار في تلك الأطراف. ونحن نعرف اليوم في الحقيقة أن منطقة القرن الأفريقي هي محل أنظار الجميع، يعني الصين هي على الأبواب خاصة مطامع دولية. نعم لو مطامع يكون هناك يعني طلب من هذه الدول الكبرى سواء كانت السعودية والإمارات الاستفادة من قوتها وحضورها السياسي الدولي في العديد من الملفات. أختم معك سيد سالم صحيح. بمعنى الآن حينما تتم هذه الاتفاقية ويتم التوقيع عليها أنهيت أحد أكبر المشاكل في القرن الأفريقي، بالتالي هناك رؤية قادمة للمنطقة مختلفة عما تم في الفترة الماضية. يعني هذا مهم جدا حقيقة، والكل يعني يتوقع أن
مع المستقبل القريب بإذن الله، خاصة عندما تهدأ الأمور في الجانب المقابل على الجانب العربي، ونحن نعرف أن في اليمن مشاكل يعني نتمنى أن تكون أوشكت على نهايتها وعلى بالنصر المبين لعودة الدولة وعودة الاستقرار للشعب اليمني، ثم ينتقل هذا الاستقرار في الحقيقة عبر التنمية، عبر مشاريع طموحة، عبر مساعدات دولية، عبر يعني دعم حقيقة واستثمار، ليس من الأقطار التي راحت السلام، وأنا متأكد أنها ستكون في المقدمة، ثم الدول الخليجية أيضا، والدول الخليجية لها باع طويل حقيقة في مثل هذا المجال، إنما أيضا المنظومة الدولية بمنظماتها بهيئاتها يعني الأطر التي تكافح حقيقة عملية الإرهاب، ونحن نعرف أنه كثير من الدول المشاطئة لهذه الدول يعني كانت مصدر إزعاج ومصدر عدم استقرار. ربما الشيء الآخر قد يكون هذا نموذج يحتذى حقيقة لحل مشاكل أخرى، لأن القرن الأفريقي لا يزال في الحقيقة يعني يحفل بكثير من القضايا التي تحتاج إلى حل في هذه المنطقة. نعم، شكرا لك سيد سالم اليامي الباحث في العلاقات الدولية، كنت ضيفا معنا لهذه الفقرة من حلقة اليوم. شكرا لك. إذن نهاية جولتنا لهذا اليوم، عدنا نجدد معكم السبت المقبل في 6 بتوقيت غرينتش، 9 مساء بتوقيت الرياض. إلى اللقاء.